بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما والحقنا بعبادك الصالحين. سائل يسأل يقول: أنا متابعكم في اليوتيوب، عندي بضعة أسئلة بخصوص مذهب الإمام أحمد بن حنبل. 1- لماذا مذهب الإمام أحمد هو الأقل انتشارا بين المسلمين؟ وهل صحيح أن المذهب الحنبلي جامد؟ 2- لماذا أكثر المجسمة والحشوية من هذا المذهب؟ 3- ما هو الضرر الذي ألحقته الوهابية بمذهب الإمام أحمد؟ وهل هم السبب في عدم انتشار المذهب الحنبلي؟ 4- ما مصير المذهب الحنبلي مستقبلا بعد اندثار أفراخ الكرامية؟ نجيب وبالله التوفيق. لماذا مذهب الإمام أحمد هو الأقل انتشارا بين المسلمين؟ هذا أمر تحكمه عوامل عديدة. من العوامل التي تحكم هذا تلاميذ الأئمة حينما ينشرون المذهب وينشطون لهذا الأمر، فهذا يعني ينتشر. ولذلك قال الشافعي رضي الله عنه: الليث أفقه من مالك ولكن تلاميذه أضاعوه. فالعهدة والعبرة الأولى بتلاميذ الإمام، ونحن لا نتهم هؤلاء بالتقصير، فكل قام بواجبه. ولكن يعني مذهبا مثل المذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة رحمه الله، توفر عليه أبو يوسف القاضي ومحمد بن الحسن الشيباني وأئمة كبار نشروه، جماعة ما وراء النهر، أبو حفص الكبير وأبو حفص الصغير نشروا المذهب في كل مكان، وهو من أقطاب المذهب. مذهب الإمام أحمد بن حنبل يعني لم يحصل هذا النشاط كما حصل لتلاميذ أبي حنيفة. مذهب الإمام الشافعي أكثر من نشره جماعة النظامية. النظامية التي بناها نظام الملك حقيقة كان لهم أثر كبير جدا، وقبل النظامية كان مثل قفال الشاشي نشر هذا المذهب في بلاد ما وراء النهر، لكن لم يدم طويلا. مذهب الإمام مالك أبو ذر الهروي الذي أخذ عن الباقلاني هو الذي نشره في أفريقيا، وأيضا يحيى بن يحيى قبله. يحيى بن يحيى، انتبهوا جيدا، يحيى بن يحيى الليثي راوي مالك ذهب إلى الأندلس واستقر فيها فنشر هذا المذهب هناك، ثم أكمل المالكية بعد ذلك على أبي ذر الهروي بعد ذلك بأكثر من 200 سنة. مذهب الإمام أحمد حقيقة في أيام سيدي عبد القادر الجيلاني كاد ينقرض، فيقول: خشيت على مذهب أحمد فتحنبل، ولولايته وصلاحي كتب الله له القبول والإحياء من جديد. فقرأ عليه عبد الغني المقدسي وقرأ عليه ابن قدام المقدسي، كلاهما قرأ على سيدي عبد القادر الجيلاني، فكان الشيخ عبد القادر الجيلاني بحق مجددا لمذهب الإمام أحمد. إذن هناك عوامل التلاميذ، كذلك السهولة هذه قضية نسبية. اشتهر مذهب الإمام أحمد بكثرة الروايات، فكثرة الروايات هذه تجعل الطالب يتعب، وهذا الحقيقة مذهب الحنفية أصعب من مذهب الشافعية في هذه، الشافعية السابقين. أما الشافعية متأخرون فعندهم فروع أكثر من الحنفية. أما أتكلم عن الشافعية السابقون، الحقيقة ما في إلا قول الإمام، بعد ذلك صار عندي أصحاب الوجوه، وصار في عندي مذهب قديم ومذهب جديد، وصار عندي قصص ثانية، فزاد مذهب الشافعي صعوبة وإن كان فيما مضى كان أسهل. مذهب الإمام الأعظم بلا شك هو أصعب شيء، أصعب من بالنسبة. لماذا؟ لثلاثة أئمة وكلهم مجتهد. نعم، ولكن مزية مذهب الإمام الأعظم الاجتهاد الجماعي، وهذا يعطي مرونة أكثر، يعني أكثر من إمام يجتهد في مجلس واحد وكل واحد يعطي رأيه، فهذا يكون إيش؟ أقرب إلى الصواب إن شاء الله. إذن قلنا عوامل، قد بعض الناس يقول السياسة والحكم، هذا كلام غير صحيح، لأن لا نعلم، نحن لا نعلم يعني
قد يكون هذا له أثر لكن ليس ذلك الأثر العظيم جدا. لماذا؟ لأنه يأتي حاكم ثم يأتي حاكم بعده يزيل ما أتى به الأول. فالقضية هذه ليست قضية مهمة جدا. نعم لها أثر بلا شك ولها دور، وكل هذه مذاهب أهل السنة، حتى لو نصر أحد الحكام ليس عندنا مشكلة. السؤال الثاني، لماذا أكثر المجسمة والحشوية من هذا المذهب؟ لأن الإمام أحمد سكت فصاروا يؤولون سكوته. نحن نقول سكوت الإمام أحمد يعني أمروها كما جاءت. المجسمة كون الإمام أحمد ليس له تصريحات كثيرة في هذا الباب فعندهم يعني صاروا يفسرون مجمل كلامه، صاروا يفسرون ما سكت عنه، صاروا يقولون يعني بالسكوت كذا وكذا، بخلاف الأئمة الذين صرحوا بالتأويل مثلا. المصيبة الأخرى، الإمام أحمد التف الكرامية حوله وزعموا أنهم يتبعون الإمام أحمد وهو منهم براء. كذلك سرت نزعة التجسيم إلى حنابلة بغداد في عصر مبكر، وكان منطقة اسمها باب الزاج كانت مليئة بالمجسمة. زعموا اتباع السلف. الإمام أحمد له موقف من التأويل، الأشاعرة والماتريدية توسعوا في التأويل، فهم يعني توهموا أنهم ما دام الإمام أحمد لا يؤول إذن الإمام أحمد هو على الحق المبين وما سواه باطل. فالتف كثير من المجسمة الرافضين للتأويل إلى الإمام أحمد، وإن كان الإمام أحمد ليس من أهل إثبات ظواهر النصوص. الإمام أحمد من جماعة أمروها كما جاءت، من جماعة لا تفسروها، ولكن المجسمة عندهم أحد خيارين، إما أن يذهبوا إلى الأشعرية والماتريدية المصرحين بالتأويل، أو إلى إنسان يرفض التأويل. الذي يرفض التأويل أقرب إليهم من إنسان يصرح بالتأويل، أقرب إليهم ولكنه يختلف عنهم تماما، وهو يرفضهم وهم يرفضونه. هؤلاء يثبتون ظواهر النصوص، الإمام أحمد يقول هذه لا تفسر ويقول أمروها كما جاءت. إذن هذا السؤال الثاني. السؤال الثالث، ما هو الضرر الذي ألحقته الفرقة الوهابية بمذهب الإمام أحمد، وهل هم السبب في عدم انتشار المذهب الحنبلي؟ نعم ألحقوا أضرار كبيرة، منها أولا أوهموا الناس أنهم حنابلة فخدعوا الناس. الناس يحبون الحنابلة، الحنابلة أهل السنة، فساروا خلفهم أو تهاونوا تجاههم، لا يعلمون أنهم يختلفون عن حنابلة، لأن محمد بن عبد الوهاب حنبلي الدم، يعني من أسرة حنبلية، ولكنه مخالف لمذهب الإمام أحمد ولعقيدة الإمام أحمد. فقاموا بأكثر من دور. الدور الأول خديعة الناس بأنهم حنابلة فتوهب الناس من هذه الجهة. الأمر الثاني صدوا الناس عن حنابلة، وبعدين رأينا في السنوات المتأخرة أكثر الحنابلة في بلادنا الوهابيون يقدمون لهم منح دراسية من أجل أن يدرسوا في جامعاتهم، من أجل أن يتوهبوا. فاحتضنوهم جدا من أجل ماذا؟ من أجل أن يكونوا مادة لنشر الفكر الوهابي. فالحقيقة مذهب الإمام أحمد تضرر كثيرا بهذه الكائنات العجيبة. يقول هل هم السبب في عدم انتشار المذهب الحنبلي؟ هم عقبة كبيرة، لأنه حصر عندي مذهب حنبلي مشوش ليس صافيا، فصار عقبة للباحث. يعني مثلا الوهابيون يدرسون كتب الإمام أحمد أو بعضها ومتون الحنابلة، فيأتون مثلا الزاد المستقنع، ماذا يفعلون؟ يذكرون الأقوال ثم يقول قال شيخ الإسلام، شبهته في تسجيل سابق بأن قول شيخ الإسلام ابن تيمية أشبه ما يكون بعصا سيدنا موسى، تلقف المذهب الحنبلي كاملا تبتلعه، ما عاد في حنابلة فقط ابن تيمية. الوهابي هكذا فعلوا، باقي الشيوخ الحنابلة يعرفون ابن تيمية ويحترمون ابن تيمية ولكن لا يجعلونه مقدما على الجميع، وأنه شيخ إسلام حصري ووحيد وأنه لا يقبل سوى قوله. ما مصير المذهب الحنبلي مستقبلا بعد اندثار أفراق الكرامية؟ ونفرح جدا بانتشار المذهب الحنبلي، وبيننا وبين الحنابلة وداد عجيب، سوى بعض الناس الذين عنده غطس في برميل الزفت الوهابي وخرج، هو من ناحية خرج لم يعد وهابيا، ولكن من ناحية الزفت يسيل من كل مكان، بعضهم يشتمنا وكذا، لكن هؤلاء ليسوا صافين. أما الحنابلة الحقيقيون فبيننا وبينهم من الوداد ما الله به عليم، ونحن ندعو إلى هؤلاء الحنابلة وندعو لهم وندعو الناس إليهم، لأن هؤلاء هم الذين يذهبون يمثلون مذهب الإمام أحمد. الحمد لله في الجامع الأزهر في عدد منهم، عدد من فضلاء الحنابلة
وحتى في الحجاز في بعض إخواننا من بعض إخواننا التائبين من الوهابية حنابلة من الطراز الأول ومن أهل العلم والفضل، في جدة، في القصيم، في، لكن أسماء لا أستطيع، أرجو المعذرة، لا أستطيع أن أذكر أسماء على العلن، لأنكم تعلمون ما السبب في هذا، لأن سنوجه إليهم الأذى والضرر، لكن الحمد لله موجود حنبلي صريح 100% ويرد على الوهابية صباح مساء، فذلك الفضل من الله. إن شاء الله سيعود المذهب الحنبلي كما كان وأحسن مما كان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.